like a Hellcat. السلام عليكم في حلقه جديده في فيديو اليوم شاك معكم محروس ديال لي بات او معجنات بمطيشه. اول حاجه هنا عندنا الماء مغلي درنا فيه شويه الزيت وشويه الملحه على حسب الذوق، ودرنا اي نوع معجنات اللي باغينو. حنا درنا الو الو او اللي كيسموه فديوشات، نخليهم حتى يتسلقوا مع التحريك بالتاكيد. هنايا عندنا شويه الزيت، الزيت النباتي هي فاش نطيبوا فيها لاصوص ديالنا. هنا عندنا الكالامار محكوكه معاه بصله، نشحوا الكالامار. عندنا هنايا قبصه ديال الملح، الملح على حسب الذوق. عندنا هنايا فلفله حلوه الوان هكذا، نقبوا الفلفله ونشحوا المكونات اللي درناهم دابا في هذا لاصوص. نزيدو الربيع النص ديالو والنص تنزيدو حتى الاخر. هنا عندنا ربع فص ديال الثوم محكوكه، نشحوا مزيان هكذا جيدا. هنا عندنا ثلاثه مطيشات محكوكات، نضيفوهم وغنحركو حرك كيما تحبك. هنا عندنا التوابل، عندنا الزعفران، عندنا الابزار، عندنا سكنجبير، عندنا التحميره، وعندنا السودانيه. طبعا السودانيه اولا الهريسه على حسب الذوق اللي كيبغي الحار كي نميغو شحار. نشحو هاد المكونات اللي كبيناهم دابا. هنا عندنا خيزوه وبطاطا محكوكه، خلط يما تخلط. نديرو دابا شويه الزعتر، نديرو دابا معلقه ديال السنيده باش يتحمر لينا هاد لاصوص، حيت لما درناش مطيشه الحك ما غتحمرش. اللهم ديال السنيده حنا بغينا تكون صحيه. نديرو غير شويه، ماشي بزاف عاشقه. ما نساوش نحركو لي بات ديالنا. ها هي لاصوص ديالنا دابا تشحرات مزيان. نضيفو شويه الزيت وخلط يما تخلط. نجيبو دابا لي بات ديالنا بعد ما طابو، ها هما لي بات. نخويو لي بات ديالنا في لاصوص وغنبداو نحركو بهاد الطريقه. نطلعو لاصوص من التحت ونحطو في ديوشات التحت باش التمر كلها وتمغبط وكلشي داكشي يعمر بلاصوص هكذا. جيد جدا، هادو كيجيو زوينين بزاف وصحيين جاو بنان. هكذا نحركوهم صافي، خليهم غير شويه على البوطه شي نص دقيقه بحال هكاك، وكونوا دابا جاهزين للتقديم. هذا هو التقديم ديال الفيديوهات ديالنا بعد ما طابوا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه وتنشروا الفيديو مع الاحباب ديالكم. ايوا كي جاوكم زوينين؟ ايوا يلا باي باي اخوان، يلا بسلامة.